2015 تألقوا في العطاء. إذا أردت أن تفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز عليك التحلى بالاستمرارية خلال الموسم، سواء بلعب كرة قدم جميلة أو بمعرفة كيفية الفوز. هل يصعب الجمع بين الاثنين، أن تلعب كرة جميلة وأن تفوز؟ عليك أن تسأل برشلونة وبيب غوارديولا وليس الكثير من هؤلاء الذين يجمعون بين الاثنين. يجب أن يكون لديك لاعبين من طينة الكبار، ولا بد أن تكون لديك لاعبين ذوي ذهنية صلبة. هناك فرق بين الخسارة والفوز. هو أبو خالد، الفرق اللي بتلعب كرة هجومية وبتجمع بين الكرة الهجومية الجميلة والنتائج هي فرق عندها مدرسة هجومية منذ قديم الأزل. يعني لو بصينا لبرشلونة هنلاقي إن مدرسة برشلونة هجومية من السبعينات، أياكس أمستردام مدرسة كرة هجومية من السبعينات والستينات، البرازيل بايرن ميونخ مدرسة كرة ذو هوية هجومية. تشيلسي الوضع مختلف، تشيلسي عمره ما كان الفريق اللي نعم عنده هذه لحظة اللي عنده اللي عنده هو ده انت عارف دروجبا وجون تيري والكأس. نعم ده طبعا دي لحظه حمل الكاس من جون تيري، يستحقوا تشيلسي. نعم. وبرايي ان اللعيبه دول ابطال، لان نعم. هم تعرضوا لضغط كبير جدا في نهايه الموسم. نعم. هذا ثاني لقب لمورينيو في عودته مع تشيلسي، لكن كما أشار بيديه 8 ألقاب حققها مع تشيلسي، كأس إنجلترا ويودي تاج الكأس لدروغبا كينغ دروغبا في وداع جميل. شاهدنا في هذا الموسم وداع كثير من اللاعبين، شاهدنا بالأمس وداع تشافي مع برشلونة، شاهدنا اليوم وداع دروغبا، وداع فرانك لامبارد، وداع ستيفن جيرارد، لكن شتان طبعا بين وداع دروغبا ووداع ستيفن جيرارد السيء الحظ فعلا، والذي لم يقدر له الفوز بالشامبيونز ليج بالدوري الانجليزي رغم انه فاز بالشامبيونز ليج. تستمر الاغاني والاحتفال، وواضح ان دروغبا يقود جوخه الاحتفالات في تشيلسي بنجاح.